بعدين بعدين مش وقته دلوقتي. مش نازله، اطلع يا زيد. ما تندميش ان انت برأتيها. لو كنت ثبتتي عليها التهمه سالم الجرح ما كانش هيسيبك. دي كانت عايزه تموتني يا سيد. كانت عايزه تموتني انا واللي في بطني. ربنا نجاكي. انا مش عارفه هنام معاها في بيت واحد ازاي. هاكل معاها في طبق واحد ازاي. طول ما انا جنبك ما تخافيش. محدش هيعرف يرمي الشعره منك. وما تخافيش من بسنت. بعد اللي حصل النهارده هي اكتر واحده هتحافظ على حياتك. عشان لو حصل لك حاجة النيابة هتتهمها هي. حقك من سالم الجرح وبسنت هيرجع لك يا نجوى. نجوى صدق جت عليها لحظة وصدقت إنها ماتت فعلا. موتوا كل حاجة فيا. علموني هنا يعني إيه تموت بالحياة. أدخل. بابا أنا مش لاقي كلام أقوله لحضرتك. لا، ما هو لازم في كلام يفهمني إيه اللي أنت عملتيه ده. هو أنت ناقصك إيه؟ ناقصك فلوس، ناقصك نفوذ، ناقصك مكانة ووضع في المجتمع. عارفة أنت ناقصك إيه؟ ناقصك تربية.
عايزة تحرميني من حلم حياتي؟ طب ليه؟ عملتلك ايه؟ أذيتك في ايه؟ خفت. خفتي؟ خفتي من مين؟ خفتي مني ولا من أخوكي؟ خفت على نفسي. يعني ايه بقى خفتي على نفسك؟ خفت رحم تفرق بينا، وخفت لهفتك على ابنك تنسيك بنتك، وخفت ابنك يحرمني منك ومن كل حاجة. تقومي تقتليه؟ انت عارفة لو كانت رهام أكدت التهم عليك النهاردة كان ممكن يعملوا فيك ايه؟ كان ممكن يعدموكي. انت فاهمة يعني ايه سالم الجرح يقعد يتحايل عليها عشان تنفي التهم عنك؟ عارفة يعني ايه راجل مراته تسيبه قدام الناس اللي بتشتغل عنده وما تركبش عربيته وتركب عربية الجارد بتاعها؟ عارفة يعني ايه حد يذل سالم الجرحي؟ ريهام، اوعي تفتكر اللي انت عملتيه مع فسانت النهارده يسمح لك او يديلك الحق حتى انك تتعدي حدود الادب معايا، ولا حتى تبصيلي البصه دي، ولما تبقي خارجه مع جوزك تبقي تروحي مع جوزك يا ست هانم. ايوه هو ده سالم اللي انا اعرفه، وهيفضل طول عمره كده. انت فاهمه ولا مش فاهمه؟ فاهمه يا سالم بيه. عارف يا سيد اللي يشوف الفلوس والمكافآت اللي انت بتاخدها من الراجل ده ما يشوفش المخاطر والأهوال اللي بتشوفها معاه في الشغلانة دي؟ كويس انك شفت بعينيك عشان تتعظ وتبطل قر، تركز بقى شوية عشان ربنا يكرمك. الله، الأوضة دي حلوة قوي يا سيد. الواحد في مصر كان عايش في طرنش. اه بس هنعمل ايه بقى؟ أوضة قتيلة سمعة. سيد، سيد. نعم. أنا الأوضة دي اللي فيها القتيل دي؟ اللي احنا فيها دي يا حبيبي أوضة قتيلة سمعة. سيد والله النور يا سيد. والله ده المراية. طب خد دي جنبك يا سيد. السرير فين؟ رجلي سيد. ايه ده، انا مسؤولكم كحلي ولا ايه؟ فرحات متولي، فرحات صباح الفل يا شويش. نوم العوافي يا اخويا. قوم يا عم وقوم صاحبك، جالك افراج صحي وهو كمان عنده زياره. بتتكلم بجد يا شويش؟ يا فرج الله.